أول شيء راح فيك أستاذ محمد سند اليوم معنا في المبادرة. أول شيء حابين نعطي ناخذ انطباعك اليوم عن المبادرة، كيف شفت المبادرة اليوم أول ما تواصلنا معك؟ الله يعطيك العافية. أول شيء أخوي مشعل، شكرا على الاستضافة. بالعكس، أنا أعتقد هدف المبادرة مهم جدا. من خبرتي البسيطة، عادة يعني الشباب في مسيرتهم المهنية يحتاجوا نوع من أنواع المنتورينج، نوع من أنواع الكوتشنج من فترة للثانية. هذه عادة ما بيلقوها في الوظائف المعتادة، أو ما بيحصلها مع الشغل اللي موجود. فقد إنه من فترة للثانية يشوف نجاحات، يشوف examples مختلفة، أمثلة مختلفة من أماكن مختلفة، أعتقد تساعد كثير على رسم الخطط المستقبلية لكل واحد في مسيرته المهنية. راح فيك مرة ثانية أستاذ محمد، وحابين نعرف من هو محمد سندي. نبي نعرف نبي تعريف بسيط أو نبذة بسيطة عن محمد سندي. تمام. أنا اسمي محمد سندي، أنا خريج كلية الهندسة جامعة الملك عبد العزيز عام 2005، هندسة طبية. التحقت بعدها، بعد ما تخرجت من جامعة الملك عبد العزيز، التحقت بمستشفى المركز الطبي الدولي في جدة لمدة 4 سنوات. بعدها انتقلت إلى مدينة الملك عبد الله الطبية في مكة المكرمة لمدة 3 سنوات. وصلت إلى أني كنت مسؤول عن قسم الأجهزة الطبية أو قسم الهندسة الطبية، كنت Biomedical Engineering Director. بعدها انتقلت إلى، غيرت مسيرة حياتي من العمل في مستشفيات إلى أني انتقلت إلى شركات. فبديت مع شركة سيمنز شركة ألمانية عالمية، بديت معاها وتقريبا قعدت فيها لمدة 2 سنين. غيرت الكارير بشكل مختلف. 7 سنوات الماضية كانت كلها في هندسة طبية داخل المستشفيات، لكن بعد 7 سنوات غيرت الكارير بطريقة مختلفة إلى أني أصبحت مدير مشاريع. فالتحقت بشركة سيمنز كسينيور بروجكت مانجر، كنت وقتها مسؤول عن المنطقة الغربية والجنوبية لإدارة المشاريع الطبية. بعد 2 سنوات انتقلت إلى شركة فيليبس. تدرجت من خلال 7 سنوات الآن، تدرجت من سينيور بروجكت مانجر إلى هيد أوف بروجكت مانجمنت، كنت مدير إدارة المشاريع في شركة فيليبس، إلى مدير تشغيل أوبريشن مانجر، سبلاي تشين مانجر. السنتين الأخيرة اللي راحت كنت سولوشن ديليفري مانجر على مستوى الشرق الأوسط. آخر حاجة، بداية من هذه السنة الحمد لله أصبحت يعني في كقائد لشركة فيليبس في السعودية. هذا باختصار مسيرتي المهنية أول ما بديت بعد التخرج. نبغى نعرف قبل نخوض مرحلة التحديات أو نتكلم عن التحديات، نعرف اليوم كيفية العمل في الشركات العالمية، خاصة أن مريت في شركة سيمنز الألمانية والآن تكلم عن شركة فيليبس. نبغى نعرف آلية العمل، هل هي مشابهة للشركات المحلية أو هي بيئة العمل تختلف؟ طبعا اكيد انها تختلف، اكيد التحديات مختلفه، واكيد الشركات هذه يعني دائما تبحث عن مو فقط الخبرات، لانه في النهايه الجو العام بوضع الشركات يقدروا ان هم يطوروا من الموظف او الشخص بطريقه سريعه جدا، اسرع من الشركات المحليه. لكن يمكن الشيء اللي دائما الشركات العالميه تركز عليه هي قابليه الشخص للتعلم، قابلية الشخص أنه يشتغل في فريق واحد. عادة احنا نعرف في الشركات المحلية قد يكون ستراكشر الشركة، حجم الشركة نفسها ما يخلي أنه جزئية أنه الشخص يعمل مع فريق. وأنا بتكلم مع فريق، ما بتكلم على فريق في مكان واحد في إدارة واحدة، أنا بتكلم على cross functional teams، يعني أنت بتشتغل مع فريق من عدة أقسام، بتشتغل مع تيم في عدة دول. إحنا مثلا في الشركات العالمية تقريبا يوميا لازم يكون في تواصل بينك وبين ناس موجودين برا المملكة.
إما في أوروبا، إما في أمريكا، في اليابان، في شرق آسيا. هذه تتطلب different skills وتتطلب مهارات مختلفة. الشيء الثاني، التعاون مهم جدا. عادة الشخص بيطالع من منظوره الشخصي لكل الأعمال القائمة، سواء اللي بيعملها أو سواء الأهداف اللي مطلوب منه في أي شغلة. لكن في الشركات الانترناشنال دائما نعم كل واحد عنده his own KPIs، لكن في النهاية أنت عندك الميجر KPIs أو الميجر goals للشركة. لازم يكون عندك الأجيلتي، أنك أنت كيف تقدر توازن بين المهام المخصصة لك والقسمك والأهداف اللي المفروض الشركة توصل لها. فهذا بشكل عام الاختلاف الرئيسي بين الشركات المحلية والشركات العالمية. اليوم أكيد خلال مسيرة عمل امتدت لأكثر من 15 سنة، مريت فيها كثير من التحديات، نبغى نعرف أغلب التحديات أو أكثر التحديات اللي واجهتها اليوم في مسيرتك المهنية. أنا أكبر تحدي أقدر أقوله كان قرار أنك تقرر. يعني أنا مثلا كانت في مرحلة من المراحل كنت موجود في مدينة الملك عبدالله كمدير لإدارة الهندسة الطبية، وكانت المدينة الطبية في بدايتها، يعني كانت توها تم افتتاحها من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله الله يرحمه هذاك الوقت، وكان لها مستقبل كبير وتوسعات ومشاريع مستقبلية كبيرة. ووضعي فيها كان، وهذا الشيء اللي أنا سمعته يمكن من أكثر من شخص، يعني ليش تسيب مكان في جهة حكومية في وزارة الصحة وتنتقل إلى شركة خاصة، ويعتبر ما هو lateral move أو ما يعتبر حركة أفقية بنفس المستوى، لا قد يكون اضطريت أني أرجع خطوة للخلف عشان أعطي نفسي مساحة أنه أتقدم أكثر. لكن كان التحدي أنه أخذ القرار، والهدف منه ما كان position أو ما كان مرتبة وظيفية، كان الهدف منه أني أتعلم شيء جديد. فكون أني أخذ قرار أنه to leave the comfort zone أو المنطقة الراحة لي وأبدأ أدور في شيء ثاني في مكان مختلف بمجال مختلف، هذا كان التحدي الأكبر. وخلال مسيرتي المهنية يعني عملتها أو I did it for a couple of times، ولكن كان تأثيرها على الوضع بشكل عام وعلى اللي أنا سويته الفترة اللي فاتت خلال 15 سنة كان كبير جدا. وأنا أعتقد شغلة مهمة جدا إنه الواحد بعد فترة من الفترات لما يوصل لمرحلة إنه يحس إنه خلاص، يعني that's it he did everything، وصل لمرحلة إنه التطور صار صعب جدا، أعتقد هذه هي أو هذا هو الوقت اللي المفروض يبدأ يفكر what is next. اليوم احنا نتكلم عن العمل في القطاع الحكومي والعمل في القطاع الخاص. اليوم في بعض الموظفين او اغلب الموظفين يشوفوا العمل في القطاع الحكومي روتين يومي، ما في اي شيء جديد، هو عمل منتهي بسنوات معينه ويبدا في تركه جديده. صحيح، مستحيل يكون نفس عمل القطاع الخاص. القطاع الخاص ممكن في سنه واحده تحقق اهداف معينه، بينما القطاع الحكومي لا، ما يوفر هالشيء. كيف ردك اليوم عليها؟ والله شوف، أنا خليني أتكلم على الوضع الحالي والوضع السابق قبل ما أتكلم على يعني اللي راح يصير خلال الكم سنة القادمة. بالنسبة للقطاع الحكومي سابقا إحنا عارفين زي ما قلت، يعني هذا تقريبا كان الـ perception عند كل الناس أو كان المفهوم عند كل الناس، اللي أغلب الناس تدور على الوظيفة الحكومية لأنه فيها استقرار، ما فيها ضغط، راتبها جيد، حتى الضغط اللي موجود فيها وعدد ساعات العمل قليلة جدا مقارنة بالخاص طبعا الضغط العمل وعدد ساعات العمل. لكن كون إنه الشخص كيف هو يدير وظيفته أو إنه الانفايرومنت اللي هو موجودة أو بيئة العمل بحيث إنه يخليها بيئة جاذبة، بيئة فيها تعلم، فأعتقد جزء كبير منها يعني يعتمد على الشخص نفسه. أنا وصلت لمرحلة من المراحل، وهذا الشيء يمكن اللي خلاني إنه أطلع من جهة حكومية من القطاع الحكومي للقطاع الخاص، إنه ما بديت أحس إنه في أي إضافة. حاول كثير، اشتغلنا مشاريع كثير، جربت أشياء كثيرة، I did a lot of things المفترض عادة الناس ما بيسووها في المجال اللي أنا فيه، لكن وصلت لمرحلة إنه خلاص يعني بدينا نوصل لـ daily operation،
مستشفى بشكل عام شغلت المستشفى الأولى أو المبنى التخصصي بشكل كامل، فما صار في أي شيء ممكن يضيف لي أنا. بالنسبة لي حسيت أنه الإضافة لخبرتي كتعلم قليلة جدا. فاللي أبغى أقوله أنه بالعكس، يعني أنت ممكن حتى القطاع الخاص يعتمد عليك، ممكن تخلي عملك في القطاع الخاص بدون أي تطور، ممكن تخلي عملك في القطاع الخاص مجرد دوام تروح له الصباح وتخلص منه آخر النهار وترجع. فأنا أشوف أنه ما لها علاقة بالقطاع الخاص والقطاع الحكومي. أي نعم القطاع الخاص قد يكون التعلم فيه أكثر أسهل نوعا ما، ولكن في النهاية تعتمد عليك. إحنا نعرف، أنا مريت بتجارب أو مريت بأمثلة كثيرة، مثلا ناس موجودين في القطاع الخاص 5 سنوات بالست سنوات، أحيانا تمتد إلى 10 سنوات ومكانه تقريبا ما تحرك، ما سوى شيء جديد وما تقدم في مسيرته المهنية. في المقابل في القطاع الحكومي هناك أمثلة كمان مريت فيها، ناس تطورت بشكل رهيب خلال 7 سنوات 8 سنوات الأخيرة إلى أن وصلوا إلى مراحل كبيرة جدا في القطاع الحكومي. الجزء الثاني اللي كنت أبغى أقوله إنه الفترة القادمة يمكن مع الخصخصة اللي موجودة الآن، ونسمع إنه بدأت الأمور تتضح للخصخصة ونقل الموظفين القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص إلى التأمينات الاجتماعية، أتوقع إنه ما راح يكون في فرق كبير، كلها تقريبا راح تتلاشى وراح يكون القطاع الخاص هو اللي تقريبا مقدم للفرص لأغلب الموظفين. فباختصار زي ما بقولك، يعني الموضوع يعتمد في النهاية على الشخص نفسه، يعتمد على الخطة اللي أنت واضحها لنفسك على المدى القصير وعلى المدى البعيد. خلينا نتكلم شوي عن سوق العمل اليوم، ونتكلم عن جزئيات معينة سوق العمل. نتكلم اليوم عن الفرص الموجودة في سوق العمل، كيف شايف حجم الفرص اليوم موجودة في سوق العمل؟ أنا أعتقد الفرص موجودة، الفرص كثير، ولكن انتقال الموظفين صار فيه حرص كبير. أنا أتذكر قبل 10 سنوات مثلاً كانت الفرص تقريباً بنفس اللي موجودة الآن، ولكن الكومبيتيشن أو يعني خلينا نقول التنافس بين المتقدمين أقل. الآن إحنا خلال الفترة اللي فاتت شفنا كثير من الكفاءات درسوا في أمريكا، درسوا في أوروبا، الآن صاير أغلب الناس معهم ماجستير، أغلب الناس عندهم شهادات أكثر من شهادة الجامعة، فالتنافس صار أصعب، انتقاء الكفاءات صار في حدود ضيقة جدا، وسقف المتطلبات لأي وظيفة أصبح عالي جدا. فعشان كده الآن، يعني قبل 20-30 سنة مثلا كان موظف أو خريج الثانوية خريج الجامعة كان يلاقي وظيفة بسهولة، الآن المتطلبات زادت، نوعية الناس زادت، نوعية أنا مثلا من خلال الوظائف اللي مثلا أنا كنت مشارك فيها وطرحناها خلال الفترة اللي فاتت، يمكن جزئية التركيز على الخبرة ما أصبح الأولوية، بالعكس إحنا تركيزنا كله على نوعية الشهادة، نوعية الدراسة، نوعية الشخص نفسه، الشخصية، لأنه حسب الشخصية باقي الأشياء سهل جدا أنها تكتسب من خلال العمل. خبرة الشركات كلها تقدر تبني خبرات، لكن الشخصية صعب جدا أنك أنت تعدل في شخصية المتقدم والموظف. عشان كده أعتقد قابليتك للتعلم، قابليتك للعمل تحت الضغط، أنك أنت يكون عندك الأناليتيكال ثينكينج أو التفكير التحليلي أساس جيد، أنك أنت تلاقي أي وظيفة مناسبة وبناء عليها تبدأ تبني عليها الخبرات والتعلم اللي ممكن تأخذه من أي مكان تشتغل فيه. خلينا نتكلم اليوم عن الكفاءات، وبالذات الكفاءات السعودية اليوم. كيف شايف الكفاءات بشكل عام اليوم، خاصة أن سوق العمل الآن مع الرؤية الجديدة 2030 الآن يطلب كفاءات عالية جدا لتحقيق الرؤية، كيف اليوم أنت شايف الكفاءات السعودية؟ أنا أشوف الكفاءات السعودية أصبحت متوفرة وبكثرة، يعني الحمد لله الآن تلقى كفاءات موجودة في كافة المجالات. إحنا قبل عدة سنوات سابقة ما كنا نشوف مثلا بعض الكفاءات في بعض التخصصات، مثلا في البزنس، في الفاينانس، ماركتينج مثلا، في التسويق،
الآن تلقاهم موجودين وبشهادات عالمية من جامعات عالمية. يمكن ملاحظات الوحيدة أنه الشباب السعودي عجول، يعني بمعنى أنه بعد ما أخذ شهادته وبعد ما درس يبغى يتوظف وظيفة عالية براتب كويس، ويبغى يعني يتطور بشكل سريع جدا. أنا شايف ونصيحة للشباب يعني من إذا سمحت لي يعني يمكن من خبرة البسيطة، أعطي نفسك فترة كافية خصوصا أول 5 سنوات بعد التخرج، مهمة جدا، مهم جدا أنك أنت تأخذ على جو العمل، مهم جدا أنك أنت تثبت لنفسك عدة نجاحات. يعني لازم تبدأ تسوي عدة نجاحات على المستوى الشخصي بحيث أنها تعطيك ثقة أنك أنت تقدر تكمل وتتطور. الشيء الثاني يمكن شغلة مهمة جدا، أنه أي شخص أو أي أحد من الشباب السعودي مهم جدا أنه يوضع لنفسه خطط قصيرة المدى وطويلة المدى. اللي موجود الآن ملاحظتي على الشباب أني ألقاهم مثلا بيتنقلوا بين الوظائف حتى لو ما لها علاقة ببعض، يعني تلقى مثلا خريج هندسة التحق ببنك لمدة 3 أو 4 سنوات، بعد ما التحق ببنك انتقل إلى شركة ثانية في المقاولات. هذه بتضيع دراسته، بتضيع خبرته اللي بناها في الشركة الأولى أو في الشركة الثانية. فمهم جدا الاستقرار، مهم جدا التعلم، التعلم جزء مهم جدا. يمكن أنا من الناس اللي مريت بالشغلة هذه أول ما تخرجت من الجامعة، حسيت أنه الشهادة وكون أني تخرجت وصرت مهندس فأنا يعني علامة في كل شيء، وهذا طبعا خطأ. الجامعة بتعلمك الأساسيات، لكن العلم الرئيسي بتاخده من العمل، من التجارب العملية، هي اللي بتصقل مهاراتك وتصقل النولج اللي موجود عند الشخص. خلينا نتكلم شوي عن الشركات العالمية وبالتحديد مثل شركات فيليبس، شركات اللي منافسة لفيليبس اليوم لها معايير معينة في قبول الأشخاص، كيف تشوف معاييرها وكيف هي معاييرها مناسبة لسوق العمل أم لا؟ يعني خلينا نتكلم مثلا من الشيء اللي أنا مريت فيه. الشركات العالمية زي ما قلت لك، يعني في النهاية الخبرة مهمة جدا، الشهادة شيء أساسي خصوصا في الشركات مثلا في 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 وضعي أنا كانت كلها شركات هندسية، شركات تكنولوجيا، فعادة تتطلب تكون الشهادات هندسية من كليات هندسية. لكن زي ما قلت لك يعني يمكن الأشياء المهمة الأخرى اللي الشركات العالمية تركز فيها المهارات الشخصية، العمل أول شيء، قابلية التعلم هذه مهمة جدا. أنا مرت علي مثلا سير ذاتية مختلفة كثيرة لناس تقريبا مروا ب5 أو 6 شركات أو 5 أو 6 أماكن اشتغلوا فيها خلال 5 سنوات اللي راحت بمعدل سنة إلى سنة ونص في كل شركة. طبعا هذا بيعطي انطباع يعني سيء إنه الشخص غير مستقر. أحيانا كثيرة المقابل المادي مهم كثير عند الشباب أكثر من المقابل الخبرة أو التعلم. فالاستقرار الوظيفي شغلة مهمة جدا عند الشركات العالمية، لأنه في مقابل أنه بياخذوا ريسك بتعيين مثلا شباب قد يكون ما عندهم الخبرة الكافية، لكن كمان هم من جهتهم بيضعوا استثمار كبير في التعلم، عندهم investment على التطوير الوظيفي والتطوير المعرفي تمتد أحيانا إلى 3 أو 4 سنوات. فيهمهم بشكل كبير استقرار الموظف، ما يبغوا موظف يجي ويعلموه ويعطوه دورات ويطوروا منه وبعدين يسيبهم ويروح سواء لشركة منافسة أو لأي شركة أخرى. فعلى الأقل أي استثمار، أي مستثمر بيهدف لأنه بعد ما يضع قيمة الاستثمار يهدف إلى عائد من الاستثمار. هذا الشيء اللي بتطالع فيه الشركات بشكل عام والشركات العالمية بشكل خاص، إنه الاستثمار اللي بيضعوه في الشخص والتطوير اللي بيخططوا للشخص أو للموظف يحتاجوا إنه كمان يلاقوا عائد منه خلال السنوات التالية. فهذه شغلة مهمة جدا. الشغلة الأخيرة هي الشخصية، بناء الشخصية، قبول التحدي، إنك أنت يكون عندك قابلية للعمل
مع فريق، انك انت يكون عندك قابليه للتعلم. هذه كلها اشياء مهمه جدا الشركات العالميه تضع لها يعني جزء كبير من معيار الوظيفه، مساوي جدا للخبره ومساوي للشهاده. اليوم خلينا نتكلم عن أشخاص يعني تخرجوا من الجامعة اليوم ما وجدوا شغفهم في مجال معين، وعملوا لمدة سنوات معينة في وظيفة وما وجدوا شغفهم، اليوم أحبوا أن يحولون لمجال آخر وأنهم يغيرون مجالهم الوظيفي. اليوم كيف أنت شايف هذا الشيء؟ هل هو بيأثر على الشخص أو هو بيزيد الكفاءة؟ لا بالعكس، يعني في مرحلة من المراحل مهم جدا أنه الشخص أو الموظف يجرب أشياء جديدة، وهذا اللي أنا قلته، أنه عادة يعني في فترة من المراحل أو في مرحلة من المراحل لازم تطلع برا الكومفورت زون، لازم تطلع برا نطاق الراحة حقك. طبعا من البداية شغلة مهمة جدا أنه ما تضيع سنة أو سنتين من بداية حياتك أنك تعمل في شغلة بعيدة عن مجالك، أو تعمل في شغلة أنت ما تحبها، لأنه بالطريقة هذه ممكن تضيع جزء كبير ويو لوز، يعني يو لوز يور تراك. تغيير من فترة للتانية، وهذا الشيء اللي أنا سويته. أنا أول ما تخرجت عملت في قسم بايوميديكال إنجينيرينج المعتاد لأي شخص يتخرج من الهندسة الطبية، لكن بعد فترة من الفترات غيرتها بطريقة تدريجية. بديت إلى إدارة المشاريع، بعدين بديت أدخل في جزء من أقسام التشغيل للسبلاي تشين، إلى وصلت للي أنا وصلت له. فإجابة على سؤالك، أعتقد التغيير مطلوب، ولكن لازم يكون مدروس، لازم يكون مخطط له. كون أنك أنت تتخرج أو الشخص يتخرج ويلتحق بوظيفة لها علاقة بشهادته مهم جدا، لأنه هذه هي البداية المهمة. لازم تختار المكان المناسب، وعادة يعني في مقولة تقول لك لا تختار الوظيفة ولكن اختار المدير. مهم جدا أنك أنت تختار البيئة، تختار الشركة بشكل عام، لأنه زي ما قلت أول 5 سنوات مهمة جدا للتعلم، مهمة لسلق المهارات، ومهمه جدا كمان هي اللي تعطيك خلينا نقول يعني الانديكيشن لانه انت فين راح تروح في مستقبلك، راح تاخذ اي طريق، كيف راح تطور نفسك. ف يعني اختصارا او اجابه مختصره، التغيير مهم، ولكن مو شرط انه لازم يكون بسرعه، لازم يكون بطريقه مدروسه، ولازم يكون بعد فتره كافيه بعد تخرج من الجامعه. خلينا نتكلم اليوم عن شخصك الكريم اليوم ونقول هل محمد سندي وصل إلى غايته في العمل أم له أهداف أخرى؟ اليوم نشوف ما شاء الله محمد سندي اليوم وصل إلى رئيس التنفيذي لشركة فيليبس، هل عنده أهداف أخرى أو بس خلاص وقت الراحة الآن؟ لا لا بالعكس، أنا يعني التحدي موجود دائما، وبالعكس هذه واحدة من الأشياء اللي تعتبر إيجابية في الشركات العالمية، إنه دائما عندك فرص إنك أنت تطور نفسك وتتطور مع السنوات. أنا أول ما بديت كنت موظف زي ما قلت لك في المنطقة الغربية، بعدين أصبحت انتقلت إلى مدينة الرياض، أصبحت مدير إدارة المشاريع على مستوى المملكة، مدير التشغيل على مستوى المملكة، بعدين طلعت إلى ريجنال، وظيفة ريجنال أو وظيفة على مستوى الإقليمي لفيليبس، وبعدها رجعت أصبحت رئيس فيليبس في السعودية. ممكن أكمل زي ما أنا، ممكن أطلع مرة ثانية طول خطوتي القادمة على مستوى إقليمي، الآن ممكن تكون في الشرق الأوسط، ممكن تكون خارج الشرق الأوسط. فأعتقد بالعكس يعني دائما الواحد يطمح للخطوة اللي بعدها، دائما يطمح للتحدي القادم، ولكن شغلة مهمة جدا وهذا يمكن الشيء اللي أنا الآن بعمل عليه، إنه لازم الشخص يبدأ يفكر في نجاحه الأول، ما يطلع أو ما يتحرك من مكان إلى مكان إلا إذا كان عمل النجاح اللي مطلوب منه وعمل النجاح اللي هو راسمه لنفسه. هذه شغلة مهمة جدا، لا تترك مكان إلا إذا أنت وصلت للنجاح اللي أنت حطيته لنفسك والنجاح اللي الناس أو الشركة وضعت لك هو. الفرص موجودة، وبالعكس يعني إحنا في النهاية أنا أشوف أنه سواء أنا أو كل الناس اللي في وظائف
مشابهة لي، أتوقع كلنا نبني خبراتنا، بنزيد مهاراتنا، في النهاية لخدمة البلد. فإحنا جاهزين في أي وقت نخدم بلدنا، سواء وإحنا في شركة فيليبس، وإحنا في شركة سيمنز، أو في أي مكان ثاني ممكن نكون موجودين فيه. ودنا نقدم نصائح من حسب خبراتك اليوم لشخص الأشخاص اليوم باحثين عن عمل. خلينا أول شيء نبدأ في الباحثين عن عمل، بعدين نروح للأشخاص اللي الآن يعملون. خلينا نتكلم اليوم عن الباحثين عن عمل، إيش تقدم النصائح اليوم خاصة للخريجين الجدد؟ والله شوف، الخريج الجديد يعني طبعا فترة صعبة جدا. أنا مريت بناس يعني وصلوا إلى مرحلة من المراحل الفرستريشن، إنه له سنة ما لقى وظيفة. أنا أعتقد يعني واحدة من النصائح إنه حاول لا ترفع طموحاتك في أول وظيفة، مهم جدا. حتى لو إنك أنت جاي من شهادة جايبها من يعني دارس في أمريكا أو دارس في أوروبا أو دارس في عرق الجامعات، بالعكس هذا شيء طيب، هذه أنت بتأسس نفسك أساس قوي جدا. ولكن وضع العمل وسوق العمل مختلف تماما. أعطي لنفسك فرصة، أبدأ من تحت، below the zero خلينا نقول، أبدأ من تحت. أنا أول ما تخرجت من كلية الهندسة، أول مصمم وظيفة لي كان فني أجهزة طبية، حتى ما كان مهندس أجهزة طبية، ولكن وافقت على الشيء ده كان بسبب التعلم. كون إن الواحد يحط يده في أول وظيفة أو يحط رجله في أول وظيفة مهم جدا. أعتقد هذه النصيحة الأولى، إنه يعني حاول تدور أو تبحث عن أي وظيفة. ما أقول لك أي وظيفة إنه الشغل يكون خارج مجالك، ولكن حاول تخلي سقف طموحاتك يعني مقبول نوعا ما، واقع نوعا ما. أي نعم الوظائف مليانة، أنا شايف فرص العمل مليانة جدا الآن في كافة المجالات، منشوف فيه فرص عمل كبيرة، وإن شاء الله مع رؤية 2030 راح نشوف فرص عمل كثيرة خلال الفترة القادمة. ولكن كمان التنافس أصبح كبير جدا، ونوعية الشباب ونوعية المتقدمين على الوظائف أصبحوا بتنافس عالي جدا وبشهادات عالية جدا. فعشان كده مهم جدا أنك تلاقي أول وظيفة، حتى لو كانت أقل كراتب من الراتب اللي أنت رسمته لنفسك وأنت بتدرس في الجامعة، حتى لو كانت في مسمى وظيفي أقل من المتوقع، ولكن مهم جدا أنك أنت تبدأ أول وظيفة، هذه مهمة جدا. الشغلة الثانية، أول ما تبدأ أول وظيفة مهم جدا أنك أنت تنتظر على نفسك، أهدى على نفسك شوية، أصبر على نفسك، خصوصا أول سنتين ثلاث سنوات راح تواجه مصاعب كبيرة جدا، راح تواجه أشياء أنت ما عملت الأحسن. يعني أول ما تخرج من الجامعة أكيد كل واحد رسم في باله أنه برجع السعودية أو بطلع من الجامعة وبلاقي وظيفة مريحة وبتطور وبصير مدير خلال سنتين ثلاثة. هذا الشيء ممكن، ولكن غير صحيح أنه الشخص يعتمد على يعني أحلام بالطريقة هذه. أنت لازم تشتغل على نفسك، لازم تجرب أشياء مختلفة، لازم ما تشوف نفسك على الوظيفة، بالعكس أنت دائما تحتاج أنك أنت تتعلم الأشياء بطرقها الأساسية. الشغلة الأخيرة اللي ممكن أقولها للناس الباحثين عن العمل، إن صار لا سمح الله، وهذه يعني في ما أقول أنها أسوأ ظروف، ولكن قد تكون فرصة أنه إذا ما حصلت وظيفة أنه أنت تبدأ تفكر في شيء مختلف. الآن إحنا مثلا في السعودية بنشوف فيه اهتمام كبير جدا في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بنشوف فيه اهتمام كبير جدا في انتربرنورشيب بالنسبة لل أو رواد الأعمال بالنسبة للمملكة، في دعم كبير، سواء دعم مالي سواء دعم لحاضنات الأعمال، وهذه شغلة مهمة جدا. بالعكس يعني أنا أشوف أنه الأشخاص اللي ما عندهم وظائف خليه يبدأ يفكر إيش في شيء ممكن يبدأ، يعني بزنس صغير أو فكرة صغيرة ممكن يبدأ يعملها. إحنا نشوف مثلا على مستوى التطبيقات، على مستوى الابليكيشنز الآن أشياء وأمثلة ناجحة كثير. أنا من الناس اللي شايف أنه لو كان عندي وقت كنت بديت أفكر في أي مبادرة أو أي مشروع صغير. فدائما الشخص يدور أو يطالع في جزء الكاس المليان، مو الجزء الفاضي. المليان انه انت عندك وقت،
أي نعم، الجزء الفاضي أنك ما لقيت الوظيفة اللي تحلم فيها إلى الآن، ولكن عندك وقت، عندك شهادة، عندك علم، ففكر كيف تقدر تستفاد من العلم هذا في صالحك خارج إطار الوظيفة. نبغى نوجه نصيحة برضو للموظفين الآن، وكيف هو يبدأ يخطط لمستقبله اليوم، خاصة الموظفين الجدد أو من ما قضى أكثر من 5 سنوات في العمل. الموظفين الجدد او الموظفين بشكل عام، انا اعتقد زي ما قلت لك، يعني اهم شيء انه انت دائما تضع لنفسك خطه قصيره المدى، خطه قصيره وطويله المدى. طبعا هذه الشغله صعبه جدا انك انت تسويها لوحدك، مهم جدا زي ما قلت انه تختار مديرك، ان شاء الله انه مديرك يكون من الاشخاص اللي بالفعل يعني مؤمنين بالتنميه البشريه، مؤمنين بتنميه الفريق. اذا عندك مدير زي كده، مهم جدا انك انت تقعد معاه مره او مرتين في السنه، تراجع نفسك، تراجع ادائك، تاخذ النصائح المطلوبه، انه ايش اللي تحتاج تسويه السنه هذه، ايش اللي تحتاج تسويه السنه الجايه، ايش هدفك. يعني مثلا انت الان موجود في وظيفتك، ايش هي الوظيفه او النكست بالنسبه لك، او الخطوه القادمه. اذا حددت الخطوه القادمه بالنسبه لك، سهل جدا انك انت تشوف ايش اللي تحتاجه. يعني مثلا لو نفترض انه انت مهندس في مجال معين في قسم هندسي، خطوتك القادمه انت تهدف انك انت تكون رئيس القسم او مدير الاداره. طيب ايش المؤهلات، ايش الكفاءات اللي يحتاجها شخص يدير هذه الاداره؟ انت ايش اللي موجود عندك، ايش الجاب اللي موجود عندك، وابدا اشتغل عليه. انا مثلا فتره من الفترات حضرت الماجستير مثلا في الام بي اي، كان ماجستير في اداره الاعمال ام بي اي، أنا تخصصي هندسي. كثير من الناس اللي أعرفهم مثلا في تخصص الهندسة درسوا ماجستير في نفس المجال الهندسي، أنا أخذتها في إدارة الأعمال وتخصصت في المالية بشكل خاص، لأني حسيت أنه هدفي المستقبلي لازم كمان يكون عندي جزء في الإدارة، لازم يكون عندي جزء في التشغيل، لازم يكون عندي جزء من المعرفة في التسويق، في المالية، في الحسابات. فهذا الشيء اللي خلاني اني اخذ التراك هذا في دراسه الماجستير. فنرجع مره ثانيه على نصيحه الخطه المستقبليه، دائما حاول تشوف ايش اللي تحتاجه تضيفه لنفسك عشان توصل للمرحله القادمه. هذه شغله مهمه جدا. الشغله او النصيحه الاخرى، دائما حاول يكون عندك منتور او كوتش. مو شرط انه المنتور او كوتش انه شخص يكون مديرك، ممكن يكون شخص في نفس الشركة في قسم مختلف تماماً أو في إدارة مختلفة تماماً. ممكن يكون شخص من خارج الشركة، ممكن يكون أخوك الكبير، ممكن يكون، أهم شيء أنه يكون يعني شخص ناجح، مثال أنت تطمح أنك أنت توصل للمستوى اللي وصل له. دائماً حاول أنه تستفاد من الخبرات، حاول أنك أنت تأخذ آراء ناس مروا بالمرحلة اللي أنت مريت فيها. لا تخلي الوضع المالي أو المردود المالي هو أهم شيء لك، بالعكس هذه شغلة هتيجي باي ديفولت. يعني كل ما أنت تتطور من نفسك وتتطور في الوضع المهني، أكيد أن الوضع المالي عندك راح يتحسن. لكن دائما فكر إيش الوظيفة وإيش الشغلة اللي أنت مفترض تسويها، راح تضيفها لشخصيتك، راح تضيفها لخبرتك، وراح تضيفها لمسيرتك المهنية. أستاذ محمد سندي، كلمة أخيرة توجهها للمبادرة، توجهها للحضور اليوم واللي راح يشوفون اللقاء إن شاء الله على اليوتيوب. والله بالعكس، أنا سعيد جدا، يمكن أنا ما كنت محضر للقاء، ولكن أسعدني جدا فكرة المبادرة، فكرة مهمة جدا. أنا يعني أنا عن نفسي مريت وقابلت ناس كثير بالفعل يحتاجوا النقاش اللي بيدار في لقاءات مثل هذه اللقاءات. أنا بالنسبة لي أتمنى التوفيق لكل الشباب السعودي، أتمنى التوفيق لكل الشباب الطموح، للناس اللي على رأس العمل، للناس اللي بيبحثوا عن وظيفة. الأمل موجود، دائما طالع في الجانب الإيجابي من الوضع اللي أنت فيه، حاول تفكر كيف تطور من نفسك. والله يوفقكم إن شاء الله، ويعطيك العافية أخوي مش على الاستضافة الجميلة. شاكر لك أستاذ محمد اليوم حضورك معنا، وشرفتنا اليوم، وإن شاء الله من اللقاء إن شاء الله مبادرات أخرى بإذن الله.
أنا موجود، وبالعكس أنا مستعد وموجود للمساعدة واللي أكون جزء من المبادرة. الله يعطيك العافية وشكرا لوقتكم جميعا. الله، شكرا لكم جميعا، شكرا.